ومحافظة الوادي الجديد بتحتفل بعيدها القومي، بتنظم عدد من الفعاليات المهمة زي الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور، وكمان بطولة الهيجن اللي بيشارك فيها متسابقين من عدد كبير من الدول. فعاليات بطابع خاص تشهدها محافظة الوادي الجديد احتفالاً بذكرى 6 أكتوبر والعيد القومي للمحافظة، أبرزها تنظيم ملتقى التمور الذي يحضره عدد من الوزراء بجانب بطولة الهيجن التي يشارك فيها متسابقون من عدد من الدول. أعمال الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور يتم تدشينها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بأرض المعارض بمدينة الخرجة. يتزامن الملتقى مع موسم جني البلح بمحافظة الوادي الجديد التي تضم حوالي 3 ملايين نخلة مثمرة ومنتجة للبلح السوي النصف جاف والمعروف بالبلح الصعيدي، علاوة على وجود أصناف أخرى تصل إلى 13 نوعاً. ويضم الملتقى معرضاً تسويقياً لمنتجات التمور من أصحاب مصانع التمور والشركات المختلفة، كما تشهد احتفالات المحافظة انطلاق أولى فعاليات بطولة الوادي الجديد الدولية لسباق الهيجن 2022 بمقر نادي الهيجن والفروسية بقرية بغداد التابعة لمركز باريس، ويستمر المهرجان حتى 3 أكتوبر الجاري. وبدأ المشاركون في التدريبات الأولية بمضمار نادي بغداد للهيجن الذي يقام عليه السباق يوم الثلاثاء القادم.